الدفاع المدني لازال مستمر برفع الجاهزية ابتداء من موسم الأمطار، حيث عملت فرق الدفاع المدني على نشر كافة فرقها وتجهيزاتها ومعداتها القوى البشرية والآلية، وأيضا أنهت استعداداتها وجاهزيتها التنسيقية مع الجهات الحكومية، جميع اللجان الفورية في المناطق واللجان الفرعية للدفاع المدني في المحافظات في حالة جاهزية لانعقاد متى ما تطلب الأمر. الدفاع المدني أنهى التنبيه عن الحالة فور ورود الهيئة العامة لرصاد وحماية البيئة وصدور تقريرها عن الحالة، حيث أوضحت الإرشادات والتعليمات المناسبة والملائمة لها عبر وسائل الإعلام. الآن نتابع الحالة والتي تبدأ اليوم إن شاء الله على عدد من مناطق المملكة من خلال جاهزية عمليات الدفاع المدني في كافة المناطق لترقي أي بلغ لا قدر الله والتعامل معه. نعم، لكن ما هي أكثر المناطق التي ستتعرض لأمطار غزيرة؟ هل تختلف الاستعدادات فيها عن بقية المناطق الأخرى؟ بحسب تقرير الهيئة العامة والرصاد أنه الحالة المناخية شامل المملكة ومتفاوتة من أمطار متوسطة إلى غزيرة في مناطق مختلفة، أيضا احتمالية حدوث سيول منقولة حتى في المناطق التي تتعرض لأمطار متوسطة أمر وارد جدا. لذلك حرص الدفاع المدني على أن تكون التنبيهات على لكافة المواطنين ورفع مستوى الوعي لدى المجتمع من خلال هذه الحالة المناخية والتي تتميز من أمطار متوسطة إلى غزيرة وفرص وجود سيول منقولة أمر وارد جدا فيها. نعم، لكن يعني ماذا عن مستوى التحذيرات من الدفاع المدني المرحلة المقبلة، خصوصا مع قرب دخول فصل الشتاء وأيضا ارتفاع معدل الأمطار؟ بطبيعة الحال الدفاع المدني يدعو دائما إلى أخذ إرشادات الدفاع المدني وعلى البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار، عدم التوجه إلى المناطق البرية، عدم قطع الأودية والسيول في حالة جريانها. أيضا هذه الحالة قد يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة، فبالتالي استخدام وسائل التدفئة الآمنة والمناسبة من الجميع، وأيضا وجود تهوية جيدة عند استخدام وسائل التدفئة في الأماكن المغلقة. هذه الحالة أيضا هي متابعة من قبل الجهات الحكومية المعنية التابعة للجان الفورية والفرعية للدفاع المدني من خلال قيام الأمانات بنشر فرقها واستعداد جاهزيتها. اللجان اللجنة الأمنية أو الجهات الأمنية أو الطرق، جميع الجهات الحكومية أعضاء اللجان الفورية والفرعية في حالة جاهزية وفي حالة تنسيق مستمر مع عمليات الدفاع المدني.